بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي ينطلق من النحت الذي قام به الأستاذ طه عبد الرحمن في المراحل أو في الصيغ الآدمية والقابلية والسدومية، وهذا يحيلني على أن أسأله فيما يتعلق بالمجال التداول إذا تحدث عنه وعلاقة ذلك بكليات الكلمات القرآنية. في نقدكم للفلسفة الغربية هناك توجه نقدي، وهي تستحق ذلك لأنها في أغلبها فلسفة انحرفت ومردت على تعبيري. ألا تستحق أيضا النظريات وبعض النظريات الإسلامية على الأقل إلى عرض نقدي إن لم يكن نقدي؟ بالتالي نحن أحوج إلى نقد أنفسنا قبل نقد نظريات غيرنا. أستاذي الفاضل طه عبد الرحمن، سؤالي هو كالتالي: كيف يمكن أن نؤسس فكر الحوار مع الآخر من خلال قيم فكرية بالأساس وفلسفية نؤمن نحن بأنها كونية لأن مصدرها هو الحكمة الإلهية للعقل المجرد أو العقل الخالص على حد تعبير كانت؟ لا يمكن أن يفضي هذا العقل طبعا المجرد الذي لا يمكن أن يفضي للكمال وبالتالي للجمال الذي هو أصل الكون والوجود. إن الفكرة السائدة لدى الجمهور هو أن الفلسفة معرفة خاصة بفئة من الناس، في حين أن العوام ليس لهم طريق إليها. والحقيقة أن أصل هذا الاعتقاد يرجع إلى تأثير الثقافة اليونانية، والأمر الذي جعل هذا التصور للفلسفة يسود بين الناس هو ربط الفلسفة بالنظر المجرد وفصلها عن العمل الحي. ورأيي أن الفلسفة ترتبط أولا وقبل كل شيء بالعمل، ذلك أن العمل يورث الإنسان ثمرات علمية فضلا عن العبر والحكم وغيرها من آثار تجربة الحياة. أما قضية الأستاذ الذي تكلم عن أن القرآن فيه كليات وفيه معاني لم تستطمر في التفكير الفلسفي، هذا صحيح، هذا صحيح. للأسف أنه هيمن على العقل المسلم أن القرآن هو فقه بالأساس. ولدت بمدينة الجديدة في سنة 1944، وفي هذه الفترة بالذات كان المغرب تحت نير الاستعمار الفرنسي الذي كما هو معلوم استعمار ثقافي بامتياز. وبالطبع قد أحدث هذا الوضع الثقافي فصلا شنيعا بين الذين حصلوا الثقافة الفرنسية في المدارس التي كانت على نمط البعثة الفرنسية، وبين الذين تلقوا تعليمهم في مدارس سميت آنذاك بمدارس الأعيان والتي كانت تدرس بعض المواد باللغة العربية وتدرس المواد العلمية باللغة الفرنسية. Thank you.
مزيان الوليد ياك الوليد هذاك الوليد تيتعشى تيتعشى تما و باش مسينا السنري في التصوير في 79 هذا الجواج ديالي انا فاش تجوزت كاين الوليد الوليد شحال يكون ديك الساعة في العمر ديالك 90 عام زيادة ها؟ غتكون 90 عام زيادة لا تكون عنده شيء كان لأبي رحمه الله كتاب كبير يحفظ فيه للطلبة القرآن الكريم والمتن القديمة مثل الألفية والأجرمية ولما علم الفرنسيون بوجود هذا الكتاب طلبوا منه أن يوقف التعليم فيه لكن أبي لم يتحمل هذا الأمر ووجد فيه منعا لعمل مشروع يخدم علوم الدين واللغة العربية فألح على أن يواصل التدريس فيه على الأقل لأبناء الأسرة فخضع المستعمر لإلحاحه وعين أبي مدرسا في مدرسة الأعيان واستمر يعلمنا في البيت القرآن والحديث وما تيسر من الفقه كان صغير سبصار أكبر مني أنا ب 17 عام 79 شحال يكون عنده في 17 عام 79 79 كان أبي حريصا على تكويننا الديني بالصورة المغربية الأصيلة للثقافة الدينية وهي ثقافة تجمع بين الروحيات والفقهيات أي أنها لم تكن ثقافة تكتفي بمجرد حفظ القرآن والحديث بل كانت أيضا تقوم على مبدأ التربية على الأخلاق هذا هو النهاية كان أبي رحمه الله يسلم ببركة الصالحين ويتوسم فيهم الخير ويسألهم الدعاء ويسعى في صحبتهم ولما نشأت أنا في البيت صرت متشبعا بالجانبين الفقهي والروحي هناك حدث كان بالنسبة لي فيه دلالة كبيرة ذلك أني في صغر سني لما بدأت تعلم حروف الهجاء تأخرت في حفظها فخشي أبي أن لا أكون ذلك التلميذ النجيب الذي يريده أن يحفظ القرآن في سن مبكرة فقال لي في أحد الأيام يا ولدي ستسافر معي فسافر بي إلى مكان لا أتذكر كم يبعد عن المدينة ولكنه يبدو وكأنه خلوة أو زاوية فأدخلني على رجل مسن وقور جالس على انفراد ولابس لتو صوف فسلمنا عليه
فبادر الشيخ رحمه الله أبي قائلا: إذا بغيت ابنك يقرأ يقرأ ويتعلم. تريد لابنك أن يتعلم ويقرأ، فسيتعلم وسيقرأ بإذن الله. ومسح على رأسي، وفرحت بهذا اللقاء وكأني تعلمت وقرأت. منذ صباي كلما رأيت شيئا إلا وجذبني جماله، ليس بالضرورة أن يكون فيما أراه جمال الظاهر، ولكن كنت أستشف الجوانب الجميلة الخفية فيه. ومن هنا تعاطيت لكتابة الشعر دون إملاء من أحد أو توجيه من جهة. نزرع الحروف منحنا يجمعنا يكوي منا الجبين، نحرق الأيدي ونسقيه فؤادا وجفونا. ما أردنا غير زرع الأحرف السمراء فينا، غير أن ينساب الشعر على أطرافنا يجلي الأنينا. فمتى في دمنا نعتق إنسانا سزينا؟ نحن تهنا ونسينا أن حرفا كان في مريم روحا وجنينا، كان حبا في هداها وحنينا. فلما الحرف غدا في أرضنا التكلى شريدا، لا يد ترعاه أو قلب يساقيه الوجودا. والذي جعلني أنطلق في كتابة الشعر هو أن اتحاد كتاب المغرب العربي آنذاك أجرى مباراة في الشعر لاختيار بعض الشعراء والكتاب من أجل أن يلتحقوا به كأعضاء، فشاركت في هذه المباراة بقصيدة مطولة نالت الإعجاب، فدعاني رئيس الاتحاد إلى أن أكون عضوا فيه، وكنت في ذلك الوقت أصغر كاتب وشاعر منتسب لهذا الاتحاد المغاربي. أجد في قلبي دائما حاجة إلى الشعر، بل أقول إن الإنسان كان كلامه الأول شعرا ولم يكن نطرا، فالنطر إنما هو تصرف في هذا الكلام الأول، وليس المقصود بالشعر هنا كلاما موزونا بالمعنى المعروف، وإنما كلاما موصولا بالموجودات لا ينفصل عنها، لم يكن كلاما مصنعا ولا منفصلا، وإنما كان كلاما متفاعلا مع الوجود. لذلك ما زلت أقول إن الشعر لغة أصلية للإنسان. توقفت عن كتابة الشعر في سنة 67، ولا زلت أتذكر بمرارة ما حدث في يوم 5 يونيو من هذه السنة، إذ ذهبت إلى الحي الجامعي لأتناول وجبة الغداء، فوجدت الطلبة مجتمعين. السلام
اخواني الطلبه، اخواني الطلبه، الجيش المصري تصدى لطائرات العدو الصهيوني وطيحهم، مازال يطيحهم. فبقينا في تلك الفتره تحت وطأة خبر أن هناك مواجهة بين العرب وإسرائيل، وأنه ليست فيها الغلبة لأي طرف منهما. وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. بعد ذلك تبين أن العكس هو الصحيح، وهو أن هزيمة العرب كانت شنيعة، فتأطرت بذلك تأطرا كبيرا، فكنت أقول كيف لعقل إسرائيل أن يهزم هذه الأمة بتاريخها ودينها؟ فإذا هناك خلل في العقل العربي في هذه الفترة. فقررت أن أتجه إلى الدراسات العقلية في المجال الفلسفي، فكان هذا الذي دعاني إلى الاهتمام بالمنطقيات على وجه الخصوص، إذ كان همي أن أعرف من أين تأتي قوة العقل، وليس هناك وسيلة تمكنني من تحصيل هذه القوة إلا المنطق. فتابعت دراستي وحصلت شهاداتي في المنطق وفلسفة اللغة وتاريخ العلوم. كانت هزيمة 67 عاملا لمحركا لتوجهي إلى الدراسات المنطقية، حتى أقف على سر العقل، وحتى يصبح العقل المسلم والعقل العربي على قدم المساواة مع العقل الغربي، أي نصبح نحن أيضا قادرين على أن ننتج كما ينتج الآخرون. Thank you.
تابعت دراستي في فرنسا وبدأت مشواري في داخل جامعة السربون، فكنت أتلقى الدروس على أساتذة كبار وحصلت على شهاداتي بامتياز وواصلت أبحاثي بغير انقطاع. والحقيقة الجامعة هو أن مقامي كان في أوروبا كله عمل وجد. كنت إذا جلست إلى الطاولة للعمل لا أقوم من مقعدي لساعات طويلة حتى تصل إلى 14 ساعة. في تلك الفترة أي في 68 كنت أقطن دار المغرب التي كانت موجودة قرب السربون، وكانت غرفتي تطل على الشارع وكنت أراقب منها المظاهرات التي حدثت في ماي من هذه السنة، وكنت أتفاعل معها من جهة الحاجة إلى التغيير في المجتمعات حتى تتجدد وليس من جهة الانقلاب العنيف للأوضاع. فالثورات تقحم الأفراد والشعوب في تحولات لا تطال في البداية إلا الجوانب الظاهرة والمادية منها، ولا يمكن أن تكون ثورات حقيقية إلا إذا حصلت نوعا من التحول في الإنسان ذاته بحيث يرتقي في مدارج الإنسانية ومراتب الروحانية. كان من مظهر تفاعلي مع هذه المظاهرات أني قمت بإفراغ سطل من الماء على رأس شرطي كان في أسفل الدار. مرارا وأذكر بها إن شئتم، فأنا لا أعتبر العقل المجرد، يعني هذا الذي صنع هذه الحضارة الآلية، لا أعتبره إلا جزءا ضئيلا من قوة العقل الإنساني، بل الجزء الجمادي في الإنسان، الجزء الجمادي في الإنسان. تقولي كيف جمادي؟ بدليل أنه يحول. لما كنت قد حصلت المعرفة المنطقية كشف لي المنطق أن للعقل حدودا لا يتجاوزها، ذلك أن هذا العقل الذي اكتسبناه بالتعليم إنما هو عقل مجرد، إذ لا يجيب إلا على الأسئلة المادية. فشعرت بالحاجة كمتفلسف إلى اختراق هذه الحدود ومعرفة ما وراءها، فكان هذا هو الدافع الأول الذي حملني على طلب المعرفة الروحية باعتبارها المعرفة القادرة على تجاوز هذه الحدود. أرشدني بعض الأصدقاء إلى العارف بالله الشيخ سيدي حمزة بن العباس، فأخذت قراري بأن أذهب إليه وأجرب حظي معه في تحصيل هذه المعرفة.
فلم يكن مرادي من الصلة بهذا العارف مجرد تحصيل نوع من التبرك والجلوس إليه، وإنما كان المراد منها معرفة الله والتقرب إليه. لذلك أرى أنه يجب التمييز بين نوعين من التصوف. هناك ما أسميه بالتصوف التعرفي، وهو أنك تطلب من العارف أن يأخذ بيدك لسلوك طريق شرعي يرتقي بك في مدارج الكمال، أي أن يجعلك تتخلى عن أخلاقك الفاسدة وتغير أحوالك الداخلية. فهذا التصوف هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعرفك به. في المقابل هناك ما أسميه بالتصوف التبركي. هذا التصوف هو عبارة عن التصوف الذي يحصله الناس بطريق الوراثة، ولكن ليس بينهم من هو مؤهل أن يقوم بأمر التزكية الروحية. وقد طرأت على هذا التصوف التبركي بعض التحريفات من بعض الأدعياء الذين جعلوا التصوف وسيلة للتكسب أو ما شابه ذلك. إلا أن نسبة هذا التصوف إلى التبرك لا ينزع عن كلمة البركة معناها الإيجابي، إذ أنها تدل على الرحمة وعلى الصلة الروحية التي يجد فيها الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى. وقد استعملت هذه الكلمة أحيانا في غير مواضعها، فليس المراد بها الكرامات والخوارق أبدا، إنما المراد بها أن الله سبحانه وتعالى يزكي ما يشاء من الأشياء والأفعال. شرح ديال منهج العابدين ديال الغزالي. شرح ديال الغزالي فيلسوف وصوفي كبير، فتح أبواب الفلسفة على التصوف، وفتح التصوف على الفلسفة، فقد عالج قضايا وإشكالات فكرية وعقدية يمكن أن يستند إليها الباحث ليجمع بين التصوف والفلسفة. لم أطلع على كتب الغزالي إلا بعد أن خضت التجربة الروحية، وربما أكون قد قرأت كتاب معيار العلم أو كتابا آخر له في المنطق، لكن لم أطلع قط على كتبه المتعلقة بالتصوف. لذلك فلا وجود لتأثير مباشر للغزالي في تجربتي الصوفية. چیزی نیست. خواهش می‌کنم اجازه بدید من برگردم. این چیزی نیست. مکان غذایی هستش.
تمام اندوخته من از سفر گرگانم، تمام اون چیزایی که تو این چند سال از استادم یاد گرفتم، این همه چیز منه. از کافی همه این رو ازت بگیرم تا دانش بیخونش بشه. كثير من القراء ينسبونني إلى الغزالي، ربما لاشتراكنا في محبة التجربة الروحية بل الدخول فيها. حقا نشترك في غير قليل من الجوانب، حتى في اهتمامنا بالمنطق وبعلم الأصول وعلم الكلام، غير أني لا أتعلق بالمنطق تعلق الغزالي به رحمه الله. الغزالي تعلق بالمنطق الأرسطي تعلقا كبيرا، واعتبره هو منطق العقل بصفة مطلقة، في حين لا أعتبر أن للعقل هذه الصفة المطلقة. علم الكلام وعلم التصوف والفلسفة، هذه المجالات الثلاثة تتفق في الغاية، وغايتها واحدة وهي طلب الحق أو البحث عن الحقيقة، لكنها تختلف في المناهج المتبعة للوصول إلى هذا الهدف المشترك. أريد اليوم أن أحدثكم شيء ما عن نوع آخر من العقلانية، فهناك كما تعلمون أيها الطلبة الأعزاء عقلانيتان شائعتان، العقلانية التي تسمى العقلانية البرهانية، وهي العقلانية التي نجدها في استدلالات المنطقية المعروفة البرهانية أو بعض الاستدلالات الفلسفية، وهناك العقلانية الحجازية، ويشترك أو تشترك هاتان العقلانيتان في مبدأين، مبدأ الحقيقة، العقلانيتان تشتركان في مبدأ الحقيقة، وتشتركان أيضا في مبدأ ثاني. هذا المبدأ هو مبدأ عدم تناقض، فإذا اتفق في الأخذ بمبدأ الحقيقة ومبدأ عدم تناقض، فإن العقلانية البرهانية تختص بما أسميه بمبدأ الإظهار. ما معنى الإظهار؟ يعني إبراز كل العناصر الضرورية للاستدلال، في حين العقلانية الحجازية تعتمد مبدأ الإضمار، أنها لا تذكر كل المقدمات مثلا أو كل القضايا الداخلة في الاستدلال. فاخترت للجمع بين العقلانيتين اسما لها، أسمي العقلانيتين معا العقلانية العبارية، العقلانية العبارية. إذن العقلانية العبارية هي في إما أن تكون عقلانية برهانية تعتمد مبدأ الإظهار، وإما عقلانية حجازية تعتمد مبدأ الإضمار. لا ننسى أن خير ممثل في التراث الإسلامي للعقلانية العبارية هو من؟ ابن رشد. ابن رشد خير من يمثل هذه العقلانية العبارية، ويستند في ذلك إلى طبعاً العقلانية الأرسطية. فالآن اليوم أريد أن أحدثكم عن عقلانية غير عبارية، غير عبارية، وأسميها بالعقلانية الإشارية. وهذه العقلانية تتحدد بمبدأين، سيكون المبدأان مناقضان للمبدئين
اللتين تعتمدهما العقلانية العبارية. بمعنى آخر، إذا كانت العقلانية العبارية تعتمد مبدأ الحقيقة، فإن العقلانية الإشارية ستعتمد مبدأ المجاز. وإذا كانت العقلانية العبارية تعتمد مبدأ عدم التناقض، فإن العقلانية الإشارية ستعتمد مبدأ جواز التناقض. وخير من يمثل هذا الاتجاه العقلانية الإشارية هو من؟ لا، خير نموذج ابن عربي هو خير من يمثل هذا الاتجاه الإشاري. لذلك اخترت نصا ورد في الفتوحات، وقد كنت درسته سنوات ولكن ليس بهذه الطريقة، لطلبة في مطلع التسعينات أو في نهاية الثمانينات. هذا النص يتكلم لنا فيه ابن عربي عن لقائه بابن رشد، وسنحلل هذا النص ونستخلص صفات العقلانية الإشارية. لقد دخلت يوما بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشد، وكان يرغب في لقائي لما سمع وبلغه ما فتح الله به علي في خلوتي، فكان يظهر التعجب مما سمع، فبعثني والدي إليه في حاجة قصدا منه حتى يجتمع بي، فإنه كان من أصدقائه وأنا صبي ما بقل وجهي ولا طر شاربي. مولاي؟ نعم. السلام عليكم. مرحبا. نعم. نعم. لا، كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الإلهي؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ نعم ولا، وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والأعناق من أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاصفر لونه وأخذه الأفكل وقعد يحوقل، وعرف ما أشرت به إليه، وطلب بعد ذلك من أبي الاجتماع بنا ليعرض ما عنده علينا، هل هو يوافق أم يخالف، فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلي. ظلت الفلسفة الإسلامية فلسفة عقيمة، ويرجع ذلك
إلى أنها لم تستطع أن توجد لها صلات مع التصوف. وفي نظري أن الفلسفة الإسلامية لكي تنفتح لها آفاق التجديد والإبداع، ولكي تستطيع أن تمد الفلسفة العالمية بآفاق ومفاهيم جديدة، لا بد إما أن تتأسس على التصوف وإما أن تستكمل به. فشكر الله تعالى الذي كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا وخرج منها مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة، وقال: هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها أربابا، فالحمد لله الذي أنا في زمان فيه واحد من أربابها الفاتحين مغالق أبوابها، والحمد لله الذي خصني برؤيته. ثم أردت الاجتماع به مرة ثانية فأقيم لي رحمه الله في الواقعة في صورة ضرب بيني وبينه فيها حجاب رقيق، أنظر إليه منه ولا يبصرني ولا يعرف مكاني وقد شغل بنفسه عني، فقلت: إنه غير مراد لما نحن عليه. وما كاد القرن التاسع عشر يستشرف نهايته حتى ظهر في هؤلاء القوم من يحمل إليهم خبرا عجيبا عن السماء، فقال: لكنه أي الشيء الذي اتخذه إلها، لكن الإله الذي اتخذه كان ينبغي أن يموت، فإنه بأعينه التي كانت تبصر كل شيء كان يرى من الإنسان. لقد تعبد بعضهم للعلم الوضعي حتى أنزله منزلة رؤيته إلى العالم، بينما تكون الرؤية للعالم مجموعة قيم أخلاقية ومعاني روحية سامية، في حين أن العلم عبارة عن وسائل وآلات لتسخير الطبيعة ولو أنه هو نفسه قيمة. ونتيجة هذا التأليه للعلم أنه أصبح كل شيء يعامل معاملة الكائن الجامد والفاقد للحياة ناهيك عن الروح. الإنسان في الماضي يتحرك في مجال الوجود عمودياً وأفقياً، متوسلاً بوجدانه ومداركه كلها عقلاً وحساً، لكن وأسفاً صار الإنسان مع الحداثة الغربية أفقياً فحسب، ففقد بعداً أساسياً من الوجود ألا وهو بعد التعالي، فضاق وجوده أيما ضيق. وهذا الاختلال في توازن الإنسان يكاد اليوم يعم الجميع غربا وشرقا. فبالنسبة للمجتمع الإسلامي فإن عدم التوازن يبدو مضاعفا، فهناك عدم التوازن بين الثقافة الإسلامية وبين الثقافة التي ينقلها عن الغرب، وهناك أيضا عدم التوازن الذي نشأ عن نقل العالم الإسلامي للاختلال الثقافي الغربي نفسه، فدخل المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي في التيه الثقافي.
كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها. فقد كنت في الواقع أنظر إلى العالم على أنه عبارة عن محيط مادي يمكن أن نتصرف فيه كما نشاء، فأضحيت اليوم أرى في هذا العالم أمانة في يد الإنسان، وأن معاملتنا له ينبغي أن تكون معاملة الأمانة. فما أطلنا قوة للدافع ولا صدر حيلة للنافع، وما قصدنا غير ذلك الكريم، وما رجونا غير فضلك العالي، وما رجت من غيرك الظنون في نفسي ما تقول كن يكون. يا ربي يا ربي بك التوصل، بما لديك وبك التوسل، يا ربي أنت ركننا الربيع، يا ربي أنت حصننا المنيع. يبدو لي أني وضعت بين يدي الباحث المسلم والمفكر العربي آليات للإبداع لكي ينتج فلسفة بمضامين أخرى وبآفاق أخرى، وليس فلسفة مقلدة لفلسفة الآخرين. فإني اجتهدت في أن أقدم بعض ما جاء به الغرب من عطاء فكري، أن أقدمه للمسلم والعربي على الوجه الذي يستطيع أن يأتي بمثله. فقد وضحت الوسائل والتقنيات للوصول إلى إنتاج مثل ما أنتجه الغرب، وكذلك بيّنت كيف نجعل الثقافة الإسلامية والعربية تستطيع أن تتحول إلى ثقافة إنسانية، بل إلى ثقافة كونية. فما اجتمعت به حتى درج، وذلك سنة 95 و500 بمدينة مراكش، ونقل إلى قرطبة وبها قبره. ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام بن رشد في مركوبه؟ هذا الإمام وهذه أعماله. يا ولدي نعم ما نظرت، لا فض فوك. وقلنا في ذلك: هذا الإمام وهذه أعماله، يا ليت شعري هل أتت آماله. فإذا نقد الآخر، ما واش لي أنا لا أنقد الآخر لأني أريد أن أنقد الآخر، أنا أنقد الآخر الآن أنقد لأني أريد أن أضع بناء على هذا النقد. هذا البناء إذا طال الله العمر سترونه. يعني لماذا؟ حتى يكون هذا البناء يعني قادرا على التصدي للتحديات المعاصرة، يعني على الأزمات الموجودة اليوم في العالم. فلذلك أنا أظهر ثغرات هذه أعمال كلها تمهيدية لما أنا أصبو إليه إذا أطال الله العمر. ولكن كل ما أسألكم هو الدعاء لي، الدعاء للدائم بالصحة والعافية حتى الله سبحانه وتعالى يوصلني بالنبي. لقد صار قلبي قابلا كل صورتي،
فمرعى لغزلان ودين لرهبان ودين لأوتان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن نتوجه